نرجع بعد كده على نظافة الخصال الفطرة. احنا قلنا خصال الفطرة كام؟ خمسة، اللي هي ايه؟ الختان اللي هي الطهارة، وايه؟ ها، قص الأظافر، ايدين ورجلين. ها، اللي ما هيسيب، اللي هيسيب ضوافر ايديه رجليه سايبها هتنتن رجليه وتعفن. ها، وبعدين شيل شعر الابط وشيل شعر العانه وجز الشارب. ده الراجل يجز الشارب، لكن المراه تشيله. يعني لو مراه لها شارب مش هتجزه، يعني لازم تشيله. طيب بعد كده نتكلم بقى على نظافه تانية اسمها ايه؟ ان اسمها ثقافه الوضوء. المسلم او المسلمه دايما متوضي. يعني ايه دايما متوضي؟ يعني داخل الحمام يروح عامل ايه؟ يتوضى. خلاص، بتحب ربنا، دخلت الحمام، تطلع تعمل ايه؟ تتوضى. ها، غير الصلاه انت ماشي متوضى. الشتاء صيف في اي حته انت ماشي متوضي. حضرتك خلي بالك معايا، انا دخلت الحمام بطلع اغسل ايديا. خلاص، مش هطول بقى ان انا اغسل ايديا واغسل وشي واغسل ايديا وامسح على الشراب. المسلم بيمسح على الشراب طول النهار. كميه قليله. الكميه اللي انت هتغسل بيها ايدك هي اللي هتغسل بيها وشك. احنا انا عايز اقول لك على حاجه. الكوبايه دي، شايف الكوبايه دي عليها ايه؟ سبسكرايب. عليها سبسكرايب اهي، وهنا في ايه؟ ها، جود. الحمد لله. انت شايف الكوبايه ديت؟ شايفها كويس؟ احنا ممكن نتوضى بكميه ميه قد اللي في الكوبايه دي. سامعين؟ والله العظيم نتوضى بكميه ميه قد دي. ها، مد، هو ده المد. مد يعني فنجان. سهله، الحمد لله. يبقى مهم جدا ان احنا عارفين انه الوضوء ليس بكثره الماء. طب لو لقيت واحد بقى في الجامع وفتح العنفيه على الاخر بيستهلك ميه ب 20 30 جنيه وهيصلي مش هيجيب 10 حسنات. في ناس كتير كده تخش تفتح العنفيه على الاخر، ميه ببلاش، ميه ببلاش، وفتح العنفيه على الاخر. تعمل ايه يا عم؟ والله العظيم لو تدفع الميه دي جنيه وربنا ما هتستخدمها كده. زي اللي قاعد في التكييف ومراوح وتكييفات وكل دير. ايه يا عم؟ انت هتصلي ب10 حسنات ما يجيبوش 10 جنيه، وانت تكلفنا هنا 100 جنيه. ايه ده؟ يعني في ناس فاتوره الطاعه بتاعتها اعلى. نرجع بعد كده الى مساله دوام الوضوء. والمؤمن دايما متوضي، والوضوء على الوضوء نور على نور، وكلما احدث كلما توضا. كل ما بتخش الحمام بتوضى. يا جماعه المغرب بدنا، يلا هنصلي العشاء ده، يلا هنصلي. المؤمن المسلمه المسلم كل ما يدخل الحمام يعمل ايه؟ تتوضى. وصلنا الى بعض الشباب جايين، بعض ناس نعينا معانا، يا جماعه احنا هنا بنصلي يا جماعه، يقول لك لا الصلاه حريه شخصيه، مش هنصلي. مش هتصلي مش هتشتغل، مش كده ولا ايه؟ مش هتصلي مش هتشتغل، مش عايزينك. طيب يبقى دوام الوضوء. الاغتسال، الاغتسال في عندنا اغتسال سنه، غسل الجمعه واجب على كل محتلم. في عندنا اغتسال فرض. اغتسال فرض يعني انا قمت من النوم، ولد او بنت، شفت ان انا كنت في حاله جماع يبقى لازم اغتسل. رايت الماء او لم اراه. طبعا ما فيش واحده انا شفتها على وش الدنيا قامت من النوم اغتسلت. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءت امراه اليه تقول يا رسول الله هل على المراه غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رات الماء، بس الماء رقيق جدا ممكن تقول ده عرق. يبقى اذا اي امراه ترى انها في حاله حب، حاله جماع، لازم تقوم تغتسل. بنت متجوزه مش متجوزة، لازم تقوم تغتسل. لازم. لو مشيت في الشارع تبقى على جنابه، ما ينفعش تصلي. طيب الحيض او النفاس، مده الحيض لا تزيد عن 5 ايام، اكتر من كده بنغتسل ونصلي ونصوم، بس لازم نتعالج. اوعى تسيب الدم واوعى تسيب الافرازات. طب دي جينا بقى مشكله كبيره، مشكله النفاس. هو النفاس كام يوم؟ لا اكذوبه، ما عندناش نفاس 40. احنا ممكن واحده تطهر بعد اسبوع، ممكن واحده تطهر بعد 13 يوم، ممكن واحده تطهر بعد اسبوعين. يبقى متى انقطع الدم وجب عليها ان تغتسل وتصلي. اوعى تستنى لل 40. وضحت؟ كلام واضح. المفروض ان احنا عندنا في الطب لو انا فتحت الواحده بطنها الجرح ده يخلص بعد قد ايه؟ ده لو هيسيب عاهه مستديمه، انما بعد اسبوع خلاص فك السلك. يا استاذ اسبوع تفك السلك، صح ولا لا؟ ادي الجرح. طيب الرحم بينظف نفسه بقى وممكن يلم نفسه وكذا وكذا، يفضل بقى 10 ايام ماشي، 15 يوم ماشي، 21 يوم ماشي، كذا كذا. لكن اول ما ينقطع الدم يجب على المراه ايه؟ تغتسل وتصلي. انما استنى ال 40، واحده طاهر بقى لها اسبوعين ما فيش ولا نقطه دم وقاعده ما تصليش ليه؟ اصل انا مستنيها 40. 40 ايه؟ هو واحد ميت؟ وبعدين ايه ال 40 دي؟ حته ال 40 بتاعت الميت دي بدعه. ما عندناش الميت 40 ولا 50. المراه اللي اغتسلت
نعم. المرأة لا تتزوج بس. تتزوج فين؟ يعني المرأة لو زوجها مات بتنتظر 40 يوم عشان تتزوج بس. لا لا مش كده خالص. المرأة اللي زوجها مات تنتظر 4 أشهر و10. المرأة اللي جوزها مات تستنى 4 شهور و10 أيام، إنما تستنى 40 يوم؟ لا، المرأة اللي جوزها مات تستنى 4 شهور و10 أيام، حتى لو مظبطة مع حد تاني، برضه هتستنى 4 شهور و10 أيام. طيب، نتكلم بقى على نظافة تانية جميلة اسمها نظافة الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار مفروض إن إحنا قلنا لما نخش الحمام لازم نغسل الأعضاء بتاعتنا وننظف كويس بإيه؟ بإيدنا الشمال. والسيدة عائشة تقول للنساء تنظفنا واغسلنا 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 حتى تزول الايه الرائحة. يعني اغسل مرة 2 3، لا ده مش مضمضة دي، يعني مش هقول الغسيل 3 مرات، مضمضة 3 مرات واستنشاق 3 مرات يبقى اغسل الشرج 3 مرات، لا دي ما فيهاش فيها 3 مرات. افرض ان حد عنده افرازات لا يغسل كويس، يبقى اغسلنا وتنظفنا وتطهرنا حتى تزول الايه الرائحة، لغاية ما تغسل تيجي تشم ايدك ما تلاقيش رائحتها حاجة، ساعتها تقوم. كلام مهم ده. وبعدين انا قلت لكم قبل كده على قنبلة، المفروض ان الانسان العاقل الراشد المحترم عارف ان الاخراج جه، يبقى في حاجه اسمها غازات بتاعت الاخراج. عملنا اخراج، بعد الاخراج لازم في غازات، لو ما ده ما حصلش انت لازم تتعالج حضرتك. مهمه دي، لحسن في ناس مش عارفه ده غازات دي بتاعت اخراج ولا عادات غازات سلميه ولا بنقول عليها دي نيران صديقه، ما انت ما انتش عارف انهي نوع ده. طيب ننقل بعد كده على قلنا احكام الحيض واحكام النفاس واحكام الاحتلام، لكن اللي انا عايز اقوله انه ما ينفعش واحده تقعد طول الشهر تقول لي انا بنزف طول الشهر او عندي افرازات طول الشهر. اوعى، انت بتموتي نفسك، هتجيبي لنفسك انيميا خبيثه وهتقلب بسرطان. اللي هتسيب نفسها تنزف وتسيب نفسها بالتهابات وساكته، والله العظيم الالتهابات بتطلع على الكليتين تبوظ الكلى، والالتهابات بتخش على الرحم تعمل عقم. اوعى تسيب نفسك للالتهابات والعدم النظافه.